قالوا إذا أردت أن تعرف شعباً فاستمع إلى موسيقى، والمصريون بطبيعتهم وفطرتهم يعشقون الموسيقى. مع المايسترو المصري العالمي نادر عباسي. لما وصلت لمرحلة أنك قائد أوركسترا، حسيت أنك وصلت لما تريده بالفعل؟ قيادة الأوركسترا حاجة صعبة جداً. في الموسيقى العربية أنت مش محتاجة مايسترو، مش محتاجة قائد، لأن العازف الإيقاع هو القائد. ماذا يفعل قائد الأوركسترا؟ هنا في مصر فكرة المايسترو أو القائد مش موجودة أوي. قلت أن الموهوبين في مصر كتار جداً جداً جداً، لكن هم محتاجين رعاية من الدولة ومحتاجين اهتمام من الإعلام. فين برنامج صوت الموسيقى؟ فين برنامج فن الباليه؟ فين برنامج الموسيقى العربية؟ في عندنا شباب موسيقيين، شباب فعلا صغيرين عالميين بمعنى الكلمة. عن قيادته أوركسترا موكب المومياوات، وكيف أبهر المصريين بأنشودة إيزيس. أنا شايف إن الجمهور المصري يعني يمكن إدى درس نوعا ما للإعلام عندنا لما أعجبوا بالمومياوات. أيوة. الناس كتيرة جدا فوجئت إن عندنا أصلا أوركسترا وكورال بهذا الحجم في المومياوات. دي كانت مفاجأة لأوروبا. عن تعليم الموسيقى في مدارسنا، إيه النصيحة اللي توجهها للتعليم؟ لو بعيدنا عن حصص الموسيقى والفن عامة، الفنون عامة والرياضة لبناء الشخص، احنا كده هنفضل في حتة تانية خالص. كل الشعوب المتقدمة الفنون والرياضة شيء أساسي. عن أحوال الموسيقى الراقية في بلدنا، عن عروض الأوبرا وجمهورها، عن موسيقانا المصرية وكيف يسمعها العالم. الموسيقى المصرية والطريق إلى العالمية، حوار جديد في حديث العرب من مصر، غداً 7 مساء على قناة مصر الأولى.